مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلوة جدا سهلة وسريعة وكتير كتير بسيطة بمكونات متوفرة بكل بيت. بدنا نعمل حلى القهوة السريعة. بهيدا الشكل حلى كتير كتير طيبة ورائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا كوب صغير حليب فاتر وبسكوت الشاي. حط نص ملعقة صغيرة نسكافيه. كمان سكر، ملعتين صغار سكر. بحركن مع بعض. هلا بحط البسكوت بالنسكافيه وبصفهم بالصينية. طريقة حلوة جدا سهلة وسريعة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير. كمان رح صف طبقة تانية. بعد ما صفينا البسكوتات هلا بكفي الطريقة أنا وياكم. بحطن على جنب لهولي. بحط بالطنجرة حليب. حطيت كوب. اثنين. حطينا كوبين حليب. حط كمان ملعتين طعام نشا. ملعقة اثنين نشا. ملعتين طعام سكر. ملعقة اثنين سكر. وبحط كاكاو. ملعقة ونص. بحركن تحريك بسيط على البارد وبرجع بحركن على الغاز. هلا بحركن تحريك مستمر على الغاز. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل هلا اطفي الغاز. حط الخليط فوق البسكوتات. هلا بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطن بالبراد اقل شي ساعة. بعد الساعة بس جمدت منيح الحلو اللي عنا بحطها على جنب. بدنا نكفي الطبقة التالتة انا وياكم. بحط نص كوب سكر، 3 معالق طعام نسكافيه قهوة سريعة الذوبان. كمان بحط نص كوب مي دافي. بخفقن على سرعة عالية.
طهينا من الخفق. هلا بدنا نحط الطبقة الأخيرة. أكيد بنمدوا نفس المستوى. شو ريحتها؟ عن جد كتير كتير روعة، ريحة القهوة فايحة بتعقد. هادي كتير بتعجب اللي بيحبوا القهوة. هلا بدنا نزينها من الأعلى، بنحط عليها كاكاو. انتهينا من تزيينها. هذه حلا القهوة السريعة اللي عملتها أنا وياكم بمكونات متوفرة بكل بيت وكتير بسيطة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.